موجود بكثرة في مصر، زي ما نعرف كمان شوية ان هو 80-90% من المصريين عندهم المرض ده. By definition trachoma is chronic infective keratoconjunctivitis. بالراحة كده احنا كنا قلنا ان conjunctivitis في acute يا chronic، صح؟ مش بس كده، كانت يا infective يا non-infective، والinfective يا acute يا chronic. الكرونيك يا trachoma اللي احنا عايزين نتكلم عنها دي اهم حاجة. طيب فهي كرونيك انفكتيف كونجنكتيفايتس، غلط، مش كونجنكتيفايتس بس، ده كيراتو كونجنكتيفايتس. يعني ايه كيراتو كونجنكتيفايتس؟ يعني كونجنكتيفا كل، اوعى تفتكرك من الموضوع مكتوب في فصل الكونجنكتيفا انها بتاثر على الكونجنكتيفا بس، ده كمان والكورني. يبقى هي كرونيك انفكتيف كيراتو كونجنكتيفايتس كوزد باي كلاميديا سيروتايب اي بي سي. مش عارف انت تفتكر الكلام ده ولا لا، بس بالمايكروبيولوجي كان بيقول لك ان الكلاميديا، في كلاميديا A و B و C دي اللي بتعمل التراكوما، في كلاميديا من D إلى K اللي هي بيسموها كلاميديا أوكيولوجينيتاليز أو جينيتال كلاميديا. فاكر الولد الصغير الطفل اللي لسه مولود لما كان مفروض من بطل أمه وخد الانفكشن من البيرث كانال بتاعها وكان واخد كلاميديا؟ عارف الكلاميديا اللي بياخدها ديت أنه نوع كلاميديا D إلى K، كلاميديا D إلى K. تعالى عند أحمد مجدي هنا. طب أوكي يلا كلاميديا دي الى كي، ما حدش كلام خالص، اللي يخش يخش من غير صوت. خلصت انت جاي متاخر. كلاميديا دي الى كي. طيب ايه ده اللي هيسبب التراكوما هنا؟ انا وكلاميديا يا دكتوره مريم، اللي هيسبب الكلاميديا هنا انا وكلاميديا، اللي هيسبب التراكوما هنا انا وكلاميديا عامله ايه؟ كل بقى عشان ايه؟ شوف الناس كلها هنا، كل واحد يشيل شنطته. تعالى يا حبيبي قدام، يلا تعالى 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 ممكن ندخل؟ لا ليه؟ عشان ايه؟ في مكان اهو، يلا خش يا جماعه، يلا يا طلبت يا جماعه، يلا في مكان اهو جنب مكان يا عم فيلو جنب، يلا يا جماعه لو سمحتوا. يلا محمد ابراهيم جنبك مكان، تعالى يا دكتور لو سمحت اقعد هنا. يلا يا جماعه في ايه؟ تعالى جنب عبد الله بقى تقعد. لا بس نفسه ما فيش مكان. صباح الفل. يلا يا عم الحاج ويلا يا عسل، يلا يا دكتوره ندى، خش 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 خش. هات شوف لك ازاي طاع طاع على ها على لا لا هذا عشان يبان نومس. هذا عنده جاكيت تحويل على بسم الله الرحمن الرحيم.
عشان ايه الكرسي ده سيبيه مش له اي لازمه، خش اتفضلي في اماكن كتير. في اماكن جنبك يا دكتوره نهاد، انا كان جنب حضرتك لف لو سمحت عندك يا دكتوره نهاد. يلا. ام التراكومه دي بقى طلعت فين؟ ورم خبي، رمت خبي. بليز بص عشان بس تعرف بس ان انا بص بتخنق لما بلاقي الدنيا زحمه كده وهيصه وكلام كتير بتخنق. الحصه لذيذه وسهله وقصيره كمان، كانت المفروض انها قصيره، هي ضاع نصها خلاص اصلا. فخلينا عشان نخلص الوقت بقى. دلوقتي التراكوما ده كرونيك انفكشن بس مش في كونجنكتيفا بس وفي الكورنيا كمان. سبب كلاميديا سيرو تايب اي وبي وسي. كلاميديا نوعين اي بي سي ومن الدي للكي. من الدي للكي دي جينيتال كلاميديا مش تبعنا دلوقتي خالص. طب تمام. ان شاء الله لما نيجي ندرس كويس في اخر الحصه باذن الله هنعرف كمان ان التراكوما دي بتميز تكوين فوليكل وتكوين بابيلي وتكوين حاجه في الكورنيا ان شاء الله في الحصه الجايه اسمها بنص. خلاص مش قضيتنا. بيبقى فيها فوليكل ومابيلي وبنص. التراكوما نهايتها الحتميه فايبروز. فاكر يا احمد يا نصر كل ما نتزنق في فايبروز كنا نقول ايه؟ اند والانفكشن كان ايه؟ تراكوما وايه؟ ديفتيريا. تراكوما ايه؟ تراكوما. طبعا الفايبروز ده هيعمل ليت ديفورميتي يعني ممكن يجيب الجفن لجوه انتروبيون يعمل تريكيزس ويمكن كمان الفايبروز ده يعمل فيجوال ديسابيليتي يخلي الصوره ايه مش واضحه. في حاجتين هنأجل فهمهم شويه. الحاجه الاوليه الاسم اللي بالعربي ان اسمها الرمد الحبيبي هنفهم بعد شويه الاسم الرمد الحبيبي والاصل بتاع الكلمه تراكوما ان جريك لغويا معناها رفنس يعني خشونه هنفهم برضه يعني ايه. احنا ما فهمناش حاجه لسه. كل اللي فهمناه ومفيد ان ده كرونيك انفكشن في كونجنكتيفا بس كونجنكتيفا وكورنيا وكمان على فكره لاكريمال ابريتس. طب تمام فكك من الكلام ده كله خلينا نبدا الكلام سيستميك. ايه الايتيولوجي اورجانيزم اسمه كلاميديا تراكومات سيرو طيب اي بي سي بكتيريا ولا فيروس؟ بيجمع بين الاثنين ده كلام مش مظبوط خلاص هو ده بكتيريا خلاص ده جرام نيجاتيف بكتيريا ماشي؟ يا عم اسمعني في حاجات بتشبهه للفيروسات وحاجات بتختلف عن الفيروسات ماشي بيختلف عن الفيروسات في ايه؟ بيختلف عن الفيروسات في ان حجمه كبير شويه ادي واحد في انه لما بيعمل ملتبليكيشن بيعمل ملتبليكيشن بحاجه اسمها باينري فيجن ليس بالريبليكيشن مش زي الفيروس لما بيتكاثر بيطلع انكلوجن بوديز على انكلوجن بوديز دي بشبه مين الفيروس بس استنى الانكلوجن بوديز هنا انترا سيتوبلازميك بيزوفيليك الفيروس على فكره كانت اسيدو فيليك يبقى دي اوجه اختلاف مع الفيروس كمان سنسيتيف للانتي بايوتيك حاجه سنسيتيف للانتي بايوتيك تبقى تعد في حكم بكتيريا ولا فيروسات بكتيريا اخر حاجه اختلاف مع الفيروس اغلب الفيروسات لما بتيجي بتدي لونج لاستنج اميونيتي زي الميسلز والحصبه مش عارف المعلومه دي وانت في الابتدائي اللي يجيله حصبه مره ما تجيلوش تاني ده لا ده دو نوت جيف لونج لاستنج اميونيتي يبقى الديفر فروم فيروس في حاجات رقم واحد ان حجمه كبير لارج ما بيتكون معجبات؟ يا اخي معجبات على ايه؟ ايوه عشان بتاكل عندي لبس ولا ايه يا عم الحاج؟ معجبات دي عشان بيعمل عندي لبس، قابلت يا عم الحاج ولا ايه في يومك ده؟ طيب تمام. الدفر برون فايروس انت قاعد يا سيدي يقول لك دي اشطر دفعه في الكليه، اشطر دفعه واهيب دفعه في الكليه، طب تمام. رقم واحد لارج سايز جايب لك كلام ملتبلاي باي مالكش دعوه ملتبلاي باي باينري فيشن تالت حاجه بتكون انكلوجن بوديز انترا سيتوبلازميك بيزوفيليك رابع حاجه انها سنسيتيف للانتي بايوتيك ودونت جيف لونج لاستنج اميونيتي لكن هي شبه الفيروسات في حاجات برضه بتديفيوز من خلال الممبرين مش قضيتنا وجود الانكلوجن بوديز شبه الفيروسات بس احنا عرفنا ان الانكلوجن بوديز دي تيبيكال للفيروس ولا لا؟ لا اخر حاجه بتشبهها بالفيروسات ودي نتلخبط فعلا انها عشان تعمل لها كلشر بتعمل لها كلشر على حاجه اسمها سيل كلشر. كلشر مش مكتوب اسمها في الكتاب وبتتسال عندنا في الشفوي انتوا عارفينها اسمها ماكوي كلشر. عارفينها من ايام بتاع ده مايكروبيولوجي ماكوي كلشر. ماكوي؟ 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 خلاص خلاص ماكوي كلشر خلاص انت هتعدى عليا عيب اسمها ماكوي كلشر. اسمع بس ياه ده ماكدونالد ده قصه تانية خالص اللي انت بتتكلم فيها اسمها ماكوي كلشر ماكوي كلشر اسمع بس عندنا دكتور اسمه علي بيومي ده واحد من اقدم الاساتذه في الاسم عندنا حاجه و70 سنه
سؤاله المفضل في التراكوما، عامل عليها ابحاث وكلام كده، فبيسال على اسم الكالتشر دي. فخد بالك القصه ايه مهمه. علي بيومي. فكك دكتور علي بيومي. مش عايزين نخلص على بعض احنا، يعني بقالنا قوم شهرين مع بعض، مش عايز انا اخلص على حد. مش عايز اخلص على حد، ما انا برضو ليه طاقه وليه احتمال يعني. طيب ده بالنسبه للسبب كلاميديا تراكوماتي السيروتايب ايه وبي سي. اسمع الابيدميولوجي عشان تعرف قيمه الموضوع اللي تحت ايديه. المرض انديميك، انيش انديميك، 80 ل 90% من المصريين جالهم التراكوما دي، سواء جات لهم وحسوا بيها شعروا بيها كانفكشن واضح، او عدت الامور سب كلينيكال من غير ما يشعروا. فخد بالك ان الامور انديميك انيجي. انا شخصيا جات التراكوما دي. طيب لما تعرف تتنقل ازاي المود اوف انفكشن، هتعرف ليه هي مشهوره في المصريين. بتتنقل عن طريق الكونجنكتيفال ديستشارج، الافرازات اللي بينقلها. بص مش هتعرف المصريين، انفكتد فينجر سبق بتاع ده، هو انفكتد فينجرز، انفكتد تاولز اند فلايز. مصر يعني، يعني الايدين اللي مش نظيفه. مين بيغسل ايده بعد ما يسلم على حد؟ المفروض بعد ما تسلم على اي حد تغسل ايده. ما اعرفش ايده دي كانت فين قبل كده. ادي واحد. اثنين، التاولز المفروض يقول لك ان المفروض يكون في سيلر التاولز، هو منفصله. مين في بيتهم بيعمل كده؟ مين؟ يعني ايه فوطه مكتوب عليها عبد الله ولا مكتوب عليها ابو فراج ولا الكلام ده؟ مش هينفع، مش هينفع. ثالث حاجه، لو هنفترض ان انت تغسلي ايدك وهتستعملي فوطه منفصل، الدبان ما تقوليش، ما تعمليش نفسك مش شايفه، ما الزباله في كل حته، بالزقازيق اهي، يعني الدبان ده في كل حته، كل حته عايش معانا، متواجد معانا. طيب عشان كده المرض موجود في الكوميونيتيز اوف لو سوشيو ايكونوميك ليفل وذ لو سانيتري سيركمستانسز، مفيش نظافه ومفيش كلام زي كده. ولو انت من بتوع كتاب الاسم هتلاقي كتاب الاسم كاتب حاجات جغرافيه لذيذه، كاتب لك المناطق اللي منتشره فيها التراكوما جغرافيا، سنترال افريكا، ايست ايشا، ايست ايوروب. الدول دي اصلها دول ايه؟ منخفضه شويه. شرق اوروبا دول مش متقدمه، رومانيا والمجر والدول دي دول فقيره مش دول غنيه. طب تمام، قول لي الكلام ده، احنا كده بنهرج بالصلاه على النبي كده. خش على المفيد باثولوجي، ركز بس في اللي انا هقوله. انا هعمل دلوقتي زي ما السيده الفاضله ام كلثوم كانت بتعمل. كانت بتعمل ايه ام كلثوم؟ ما تفتح الساعه 11 على روتانا زمان، 10 ما تفتح الساعه 10 على روتانا زمان. ما تفتحيها على روتانا زمان الساعه 10 ونص، هتلاقيها بتقول، هتلاقيها بتروح ضربه جمله. واخد بالك ابو خالد؟ اين جمله؟ اه فات الميعاد وبقينا مش عارف بقى. ترجع لها 11 بعد نص ساعه، ده هي نفس الجمله برضه. انا دلوقتي هشرح الباثولوجي، بعديه هشرح الكلينيكال بيكتشر تكرار للباثولوجي، بعديه هشرح الكلاسيفيكيشن تكرار للي انا قلته. فالقطني من اول مره ما تعملش دماغك تخينه زي الناس بتوع زمان. كان بتكرر ليه؟ عشان الناس مش فاهمه. يحفظوا ايه ده؟ حاجه بتعدي يا عم الحاج. انا بحب ام كلثوم والله، بس مش للدرجات دي. طب يلا اسمع بقى الباثولوجي. الاورجانيزم يا جماعه نايم جوه الاكسيليوم، ابيسيليوتروبيك. ثانيه، الاورجانيزم نايم جوه الابيسيليوم، ابيسيليوتروبيك بتاع كونج، بس كونج وكورنيا ولاكريمال ابريتس. ولما بيجي في الكونج، عشان نريح دماغنا يا محمد ابراهيم بقى، لما بيجي في الكونج يحب يجي في الكونج البال بيبرال والفورميكس، بال بيبرال وفورميكس، عشان نريح دماغنا يعني. بالنسبة للكونج بيحب الأبر بال بيبرال والأبر فورميكس زي الفل. يبقى الأورجانيزم ليف انسايد ابيسيليوم، ابيسيليوتروبيك ومالتيبلاي داخل هذا الابيسيليوم. ماشي أهو، يفرز سموم توكسينز، التوكسينز دي تنزل عالكونجنكتيفا من تحت. الكونجنكتيفا فيها طبقة سوبرفيشال، سوبرفيشال ادينويد لاير. فيها ايه سوبرفيشال ادينويد لاير دي؟ فيها ليمفوسايت. لما الليمفوسايت يا دكتوره الاء تلاقي التوكسينز دخلت كده، تروح متجمعه ومتجمهره وعامله اكوميوليشن اوف ليمفوسايتس في السوبرفيشال ادينويد لاير. اكوميوليشن اوف ليمفوسايتس في السوبرفيشال ادينويد. عارف اسمها ايه دي؟ فوليكيل. اسمها فوليكيل صح. تعمل فوليكيل. الفوليكل دي في الاول بتبقى صغيره، سمول فوليكل. الفوليكل الصغيره دي تبقى رافعه السيرفس. لا
طيب بعد شويه الفلك الصغيره دي هتكبر، كل صغير بيصير يكبر يعني. لما تكبر تعمل ايه في السيرفيس؟ ترفعها وتبقى عملاقه فلك الكبيره اهي. كانوا بيقولوا لنا في الباثولوجي حاجه مش عارف هتفتكروها ولا لا، بس كان بيقول لك الحاجه لما تكبر قوي السنتر بتاعها يبقى اسكيميك ويحصل له ايه؟ نيكروزيس. ففعلا الفلك الكبيره قوي دي هيحصل لها في السنتر نيكروزيس، هيحصل لها في السنتر نيكروزيس، فتكون لي حاجه اسمها تيبيكال فوليكل. ساعات اسمي انا التيبيكال فوليكل دي او ساعات الكتب تسميها ماتيور فوليكل. ماتيور فوليكل يعني ايه؟ استوت ناضجه، استوت ناضجه. عندي احمد يا عصام اشمعنى النهارده يعني؟ يعني اشمعنى ما جبتوش امبارح؟ غريبه صح؟ غريبه صح؟ كروز طول النهار ولا ايه؟ يلا يا عم يلا يلا بيت بيت يلا يا سامع. بص يا سامع، بيقول لك ان الاورجانيزم نايم في الانسيليوم ويطلع توكسين، فتبدا تتجمهر او تتجمع لينفوسايتس تعمل فوليكل صغيره، الفوليكل الصغيره تكبر وتعمل لي سنترال نيكروتيك بار. احيانا يحصل حاجه ثانيه، احيانا وجود الابيثيليوم او وجود الاورجانيزم جوه الابيثيليوم يعمل اريتيشن في خلايا الابيثيليوم، يخليها تتكاثر وتبقى هايبر بلاستيك وهايبرتروفايد، وتعمل لي صوابع طالعه كده اهو كده اهو كده اهو. اسمها ايه الصوابع ديت يا ولاد؟ اسمها بابيلي. وكانوا بيقولوا لنا زمان ان البابيلي دي جواها باسكولار كونكتيف تيشو ايه؟ جواه وعاء دموي كده. النهايه الحتميه عن مصطفى في اخر المطاف ان بيحصل حاجه اسمها ايه؟ فايبروزس. ده الباثولوجي. خلي بالك ما تدينيش اي حاجه انا زودتها، اللي انا زودته ده كله هرجع اقوله تاني. ببساطه الباثولوجي كالاتي: وجود الاورجانيزم داخل الابيثيليا طلع توكسينز، تعمل اجريجيشن للليمفوسايت فيرست سمول زين انلارجن، والسنتر بتاعها يبقى نيكروتيك. وممكن الرياكشن يبقى ديفيوز يعني على سطح الابيثيليوم ومنتشر ويعمل بابيلي صوابع فينجر لايك بروجيكشن بالشكل ده. وفي النهايه خالص ات ذا اند بيحصل حاجه اسمها فايبروزس. فايبروزس ده اللي هيبقى يفسر لي بعد كده حدوث كومبليكيشن. طيب خلاص خلص الكلام، نخش على كلينيكال برزنتيشن. متوقعه الانكيوبيشن بيريود قد ايه بتاعت الاورجانيزم؟ طويله ولا قصيره الانكيوبيشن بيريود؟ كل ما الانفكشن يتقال عليه كرونيك، كل ما الاورجانيزم ضعيف، كل ما الانكيوبيشن بيريود تبقى طويله من 6 ل 12 يوم، حوالي اسبوع اسبوعين، مسافه اطول. يا ترى متوقع الاونست بدايه المرض تبقى اكيوت سادن ولا كرونيك جراديوال؟ مش محتاجه غباء قولوا كده. ده كرونيك جراديوال ده كلمه قمح كمان. انسيدوس، عارف انسيدوس يعني ايه؟ يعني لا يشعر بها المريض. انسيدوس يعني المريض مش حاسس بيها من كتر ما هي يعني امور تافهه. يعني ممكن حد يكون جات له وعدت من غير ما يحس، امور جايه بتدريجيه بطريقه تدريجيه جدا. بس لو واحد اجنبي يا معاذ شعره اصفر وعينيه خضراء وجاي يسيح في مصر، واخد بالك ازاي الكلام اللي عايزين نمنعه ده؟ واخد بالك ازاي؟ طيب لو واحد جاي يسيح يا عم معاذ وهيتلقى الانفكشن ده وجهاز المناعه ما كانش عارفه قبل كده، تيجي له برضه كرونيك؟ لا، احنا عايشين في الدبان والفوط المشتركه والايدين اللي مش نظيفه، لكن هو جاي من بره على نظافه على الزيرو، تيجي له ساعتها اكيوت. يعني الانست ماي بي اكيوت ان فورينر في الاجانب. كويس جدا، كويس جدا. طيب اقل سن ممكن يجي له المرض ده ايه يا دكتوره؟ اقل سن، اقل سن ممكن يجي له المرض من 6 شهور لسنتين. اشمعنى بقى؟ قبل السن ده يعني، يعني وانت سنك شهرين مثلا امك محافظه عليك ومغطياك ومنظفاك والكلام ده، لكن اول ما تبلغ بقى 6 شهور سنتين بالكتير بيطلقوك في الشارع. اطفال في الارياف كده، احنا نكذب على نفسينا ليه؟
مش بتشوف العيال دي بتلاقي بتتبان داخل من مناخيرها خارج من ودانها؟ الله ودايما تلاقيهم مغطيين الجزء الفوقاني التحتاني. لا ما خدوش بالكم خالص من الاشخاص دي. بنكتب على نفسينا، احنا بنكتب على نفسينا. بلدك اغلبها كده يا سيدي، بلدنا اغلبها كده يا عم الحاج. المهم يا سيدي، عشان كده الانست سن الايدج، الايدج اوف انست، الايدج اوف انست اقل حاجه 6 شهور الى سنتين اقل حاجه. تشتكي من ايه العيان؟ سمتم الشكوى لغير الله مثلا؟ تشتكي من ديستشارج. حد عارف نوع الديستشارج بسبب الكلاميديا؟ قلناها قبل كده وحياه ربنا. ميوكو بيورلان نوع ديستشارج بسبب الكلاميديا ميوكو بيورلان، بس هنا كميته قليله. سكانتي ميوكو بيورلان يا مايكل، سكانتي ميوكو بيورلان كميه بسيطه. هي التغيرات اللي انا لسه قايلها محمد يمنطلوطي دي بتحصل فين؟ في الابر بالبيبرال. يعني الفوليكل والبابيلي والكلام ده دي فين؟ في الابر بالبيبرال. ده العين اشتكي من ايه؟ ثانية واحدة، العين اهي والجفن الفوقاني اهو يا مصطفى. هو الجفن الفوقاني ده اللي طول النهار والليل يتحرك على عينك. اشتكي من ايه؟ فورين بودي سنسيشن. حاسس باحتكاك. حاسس باحتكاك. تراكوما ان جريك از رفنس. خشونة. حاسس طول النهار والليل بحكة واحتكاك. رفنس. فورين بودي سنسيشن، واي فورين بودي سنسيشن يعمل له شويه لاكريميشن تدمع ويمكن يحس باكلام اتشنج. وجود الحاجات دي في الجفن الفوقاني بالذات البابيلي، بالذات البابيلي ممكن تخلي الجفن الفوقاني يسقط. العيان يجي يقول لك انا حاسس بتقل في جفني، هيفنس، هيفنس في اي ليب، جفنه تقيل لدرجه ان في مرحله من المراحل ممكن تعمل له ميكانيكال توزس. العيان له شكل مميز جدا، يقول لك ان العيان شكله سليبي، سليبي لوك. سليبي زي ما يكون نايم على ايه؟ نايم، هو مش نايم، هو جفنينه قافلين ليه؟ عشان البابيل اللي مسقطاهم بالوزن، ميكانيكال توزس. هنقول الكلام ده ما تكسبيش حاجه، هنقوله تاني دلوقتي. لو الحكايه اثرت على الكورنيا، هو المرض يا معاذ مرض كونش بس ولا ممكن ياثر على الكورنيا؟ ان شاء الله لما نيجي ناخد الكورنيا يا معاذ هنعرف الحاجه اللي تاثر على الكورنيا تعمل فوتوفوبيا تخليك مش شايف كويس، وديمينيوشن اوف فيجن نظرك يتاثر، لان القرنيه دي اللي بنشوف بيها. يبقى كسيمتوم اساسا سكانتي ميوكوبيورنال ديسشارج، اساسا فورين بودي سنسيشن مع لاكريميشن مع شويه اكلان اتشنج، ويمكن يبقى فيه هيفنس للاي ليد وسليبي لوك. ولو الكورنيا افكت دي يا دكتوره غاده يبقى فيه فوتوفوبيا وديمينيوشن اوف فيجن. بسم الله الرحمن الرحيم. ساينز، هتتقسم الساينز يا دكتوره ساره الى قسمين، كونجنكتيفال مانيفستيشن وكورنيال مانيفستيشن. كونجنكتيفال مانيفستيشن وكورنيال مانيفستيشن. كونجنكتيفال مانيفستيشن اهي هي ايه يا محمد يا متيم؟ كونجنكتيفال مانيفستيشن يا فوليكل صغيره، يا فوليكل كبيرة، يا بابيلي، يا فايبروز. مش قلنا ام كلثوم؟ ما هنعمل كده خلاص، ما احنا قلنا خلاص فوليكل صغيرة، فوليكل كبيرة، بابيلي، فايبروز. اقعد اقول فيلم لحد ما الحصة تخلص. ام كلثوم بقى؟ طيب تمام. في واحد ابن حلال خد التغيرات دي ومشي وراها. راجل طيب قوي كان اسمه كده ماك كلن. ماك كلن، عارفين ماك يعني ايه صح؟ ابن ابن ماك كلن، ابن كلن، ابن الديب ده مشي ورا التغيرات دي واداها ارقام وحروف. قال الفوليكل لما تكون صغيره، هو قال اسميها انا تي واحد، يعني تراكوما واحد. الفوليكل لما تكبر شويه قال هو هسميها انا تي 2 ايه، وما تتكون بابيلي هسميها تي 2 بي. ومرحلة الفايبروزس حب يخلص عليكم فسماها سيكاترايزيشن. جاب جديد يا دكتورة؟ ما سيكاترايزيشن يعني ايه؟ وسماها تي 3. وقام مخترع، طب لازم تخترع برضه عشان اسم يتخلد في التاريخ. فقال لك انا بقى اخترع مرحلة اسمها تي 4 واسميها هيل. هيل، ايه الحكاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كونجنكتيفال مانيفستيشن يا فوليكل يا بابيل يا سيكاترايزيشن يا هيل. هيل يعني خف خالص وما يقدرش ينقل المرض خلاص، خف خالص، خف خالص مالص. خلاص نوت انفكتد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لو في فوليكل صغيره
بسميها ايه؟ تي واحد. ها صفي هذه السمول بوليكل، حجمها واحد ملي، لونها يلو، هل ريز؟ هل هي ريز؟ نوت ريز. هل لو ضغطت عليها تطلع نيكروتيك ماتيريال؟ يعني اكسبريسيبل؟ اكسبريسيبل ولا نوت اكسبريسيبل؟ خلاص يبقى السمول بوليكل يلو، يلو واحد ملي، نوت ريز، نوت اكسبريسيبل. لو ضغطنا عليها ما تطلعش اي ماده شبكه راس ماده نيكروتيك. لكن لما نخش على التيبيكال تراكوميتس، تيبيكال تراكوميتس ماتيور، يبقى حجمها اكتر من واحد ملي، من واحد لتلاته، لونها يلو برضه، ريز، ايوه ريز، ايوه ريز، اكسبريسيبل، ايوه اكسبريسيبل. سهله دي. لو انا جيت في مرحله الفوليكل عملت سكرابنج للكونج وحطيت عليها ستين اسمها جيمسا ستين، تطلع لي انترا سيتوبلازميك بيزوفيلك انكولوجن بوديز. خلاص عرفنا ليه طلع الكلام ده، لان الاورجانيزم ساكن فين؟ في الابيثيليوم، بيبقى تكاثر في الابيثيليوم. فلما تصبغ بالجيمسا ستين تلاقي فيه انترا سيتوبلازميك بيزوفيلك انكولوجن بوديز. ادي يا ست المرحله اللي اسمها فوليك. تغني تاني اللي انا قلته والله وما اعمل بقول تاني. في مرحلة اسمها بابيلي، هنسميها تي 2 بي، ولاحظ اسمها تي 2 بي، بي خفيفة اللي فيها ايه؟ بابيلي، بي تقيلة. طيب ها مين بيفهم؟ محمد نعيم ده بيفهم. صف هذه البابيلي يا محمد، صفها صفها صفها. فينجر لاي بروجيكشن، صوابع زينة. مش كنت بقول كده؟ مش كنت بقول البابيلي دي زي صوابع زينة؟ صوابع زينة دي فاكهة. يلا بس خد بالك، خد بالك عشان ما تخطئش التقدير، عشان ما تخطئش التقدير يا، عشان ما تخطئش التقدير. هي فاين فينجر لايك، صغيره قوي. انا ما عنديش صوره ليها لانها صغيره قوي، لو جبت لك صوره مش هتعرفها، هتتلخبط. انا كدكتور اكتشفها بالجهاز الفعلي بيكبرها قوي، لكن هي صغيره جدا. فاين يعني سمول فينجر لايك. ها يا ترى يطلع لونها ايه؟ يطلع لونها ايه؟ بينك. ده في المذكره يا اولاد اللذينة. هي يطلع لونها ايه المفروض؟ ريد، ريد. عشان كده المذكره كاتبه بينك، واكتب انت فيها ريد. هي هي يعني هي يا ريد يا بينك، يا احمر يا احمر خفيف اللي هو بامبي. ماشي؟ احمر ليه؟ احمر ليه يا عم الحاج؟ مش عشان هم اللي بتنت قرفنا دول الحصه. احمر ليه يا عم الحاج؟ احمر علشان الفاسكولار كونكتيف تيشو كور. خلاص يا سيدي، يبقى سمول. اسمع المعلومه دي، بص 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 بص، فاين فينجر لايك بينك. بص بتدي السيرفس، ما دام هي طالعه واقفه كده، تدي السيرفس فيلفتي ابييرنس، زي ما يكون فروه وطيف، حاجات طالعه كده. باي اتس ويت ذيس بابيلي، باي اتس ويت ات مي كوز، ات مي كوز مش توزز، ميكانيكال توزز. وزنها تعمل ميكانيكال توز، وده اللي كان مخلي العيان يا اسامه يشتكي من هيفنس، كان بيخليه يشتكي من هيفنس. وده اللي كل ما كنت تبص له تفتكر ان هو نايم. السليبي لوك دي، السليبي لوك دي. اوكي الحته اللي جايه صعبه، الحته اللي جايه صعبه، الحته اللي جايه صعبه. احنا كده وصلنا للمرحله اللي اسمها يا محمد يا جمال دي 2 بي، اللي هي بتاعه الايه؟ في حته رخمه هنا شويه اللي هي عندك متظلله في المذكره. بيقول لك ايه؟ بيقول لك مش دايما البابيلي تيجي لوحدها، مش دايما البابيلي تيجي لوحدها، ساعات تيجي معاها حاجات تانية. يعني تبقى بابيلي وحاجة. طيب ممكن تيجي البابيلي بتاعت السبرينج، بتاعت البابيلي بتاعت التراكوما معاها البابيلي بتاعت السبرينج كتارة. مش فاهم، في مرض حساسية اسمها سبرينج كتارة، الرمض الربيعي. ورغم ان اسمها الرمض الربيعي الا انها بتحصل في الصيف. هنبقى نعرف ان شاء الله الحصه الجايه، ولا الحصه الجايه اللي بعدها، الحصه اللي بعدها، ان الاسم ده خطا. يعني هو خطا نسميها ربيعي لان هي ما بتحصلش في الربيع اصلا، ده بتحصل فين؟ ان سمر، في الصيف. تمام كده؟ طيب فيبقى العيان ماشي عنده كرونيك تراكوما وعنده البابيلي، ويجي في الصيف يكون فوق بابيلي تراكوما بابيلي ثانيه بتاعت
السبرينج ايه؟ قطار. بقى عنده نوعين بابلي، فنسميها تي 2 بي. تي 2 بي، تي 2 بي يعني ايه؟ بابلي. تي 2 بي 2 يعني كم نوع بابلي؟ نوعين. فهمت حاجه؟ تي 2 بي 2 ده سب تايب من تي 2 بي. تي 2 بي 2 سب تايب من تي 2 بي اللي فيها ايه بقى؟ تي 2 بي 2 فيها نوعي بابلي، بابلي اوف تراكوما وبابلي اوف سبرين قطار. ممكن العيان يبقى عنده بابلي تراكوما ومعاها كرونيك جونو كوكل انفكشن. يا حلاوه، احب افكركم ان الجونو كوكاي بتعمل نوع من الكونجنكتيفايتس اسمه بيورلاند. واحب افكركم ان البيورلاند كانت بتمر بيه ثلاث مراحل: انفلتريشن، ديستشارج، وكورونيسيتي. لو شافت الاقدار ان الواحد عنده تراكوما كرونيك وعنده البابيلي وجه معاها كرونيك جونو كوكاي اصبح اسمها تي 2 سي. فاهم حاجه؟ تي 2 سي يا عم الحاج سب تايب من ايوه تي 2 بي. سب تايب منها اسمه تي 2 سي، عباره عن بابيلي التراكوما معاها كرونيك جونو كوكل. السي تفكرك بكرونيك وفيها سي، وجونو كوكل وجونو كوكل دي كلها سي. ماشي؟ صعبه دي؟ اخر نوع اسمه تي 2 في. 2 في على كان تي 2 في يا دكتوره منى سب تايب من تي 2 بي. خدت بالك ازاي؟ ايه تي 2 في؟ صعبه دي بقى. والله صعبه يا عم الحاج، ده انا بس بعمل لك كده خيال عشان تركز، لكن انت ايه؟ هتفهم بسيطه. دي حاجه نادره تي 2 في دي. لا، حاجه نادره خياليه شويه، عايز العيان يسيب نفسه جدا لدرجه انه الالتهابات اللي تحت جفنه توصل لمرحله ان يحصل فيها هايلاين ديجنريشن. هايلاين ديجنريشن يحصل تحلل، هايلاين ديجنريشن، ويحصل جواها ترسبات من حاجه اسمها بلازما سيل انفلتريشن. هايلاين ديجنريشن وبلازما سيل انفلتريشن في كل من الكونج، ويمكن الترسس اللي تحتها. مش الكونج دي مغطيه الترسس؟ مش دي الترسس ولا بيتهيألي؟ طب تمام، في الحاله دي الجفن هيدانه بنفس الحجم ولا هيتخن؟ هيتخن، يبقى نسميها إديمة. ماشي؟ هي إديمة دي فعلا يا وائل يا احمد، يا وائل إديمة فعلا يعني ميه وكده، ولا دي يعني حاجه تخنت؟ عشان كده الإديمة دي مش طريه قوي زي ما انت متخيله، مش ميه يعني، عشان كده اسمها انديوريتد إديمة. انديوريتد دي يعني فايبروزس. طب ما هو صح؟ لان هو هيحصل في المنطقه دي كمان شويه ايه؟ فايبروز. اللي وصف الكلام ده باشمهندس اسمه كده، اسم الباشمهندس كده، ستيل واج. ستيل واج عشان يفكرك بنطق اسمه الصح، اسمه ما بينطقش ستيل واج، ستيل فاج. اسمه ستيل فاج عشان يفكرك بان هو ستيل فاج، ضحى بالدبليو في اسمه وسماها تي 2 في. فهمت حاجه؟ طب نجيب من الاول خالص. تي 2 في، تي 2 في اسمها ستيل فاج براوني إديمة. ستيل فاج ده الراجل اللي سمينا المرحلة باسمه 2 في. براوني يعني انديوريتد يعني ناشفة، إديمة يعني ورمة. إيه اللي حصل؟ اللي حصل هايلاين ديجنريشن مع بلازما سيل انفلتريشن داخل الكونج وداخل الترسس. صعب الكلام ده يا عم الحاج؟ صعب؟ ورم الجفن نتيجه هايلاين ديجنريشن وترسبات من خلايا التهاب بلازما سيل. اللي وصف الكلام ده باشمهندس اسمه ستيل فاج، وعشان ما تغلطيش في نطق اسمه سميناها تي 2 في عشان تبقى ستيل فاج. ستيل فاج الدبليو في، ستيل فاج. براوني إديمة، براوني ده مش كماله اسمه، مش اسمه ستيل فاج براوني، مش اسمه كده بالكامل. براوني يعني فايبروز، ولا براوني يعني براوني؟ لا 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 خالص، براوني يعني فايبروز انديوريتد. طب انا حاسس ان انت خرجت بره سياق الموضوع. طب تعالى ندخل تاني. تجيب من الاول بقى، فات الميعاد من الاول تاني خالص بقى. والمزيكا تضرب تاني ونبدا تاني من الاول. طب تمام، روح المطبخ وحشي اي شويه محشي ورجع نفس الكلام. بسم الله. قد تكون فلك، قد تكون فلك الصغيره واسمها، قد تكون فلك السمول واسمها، ايوه
قد تكون فيليبل كبيرة عملاقة وفيها جيلاتينس ماتيريال نيكروتيك ماتيريال واكس بريسبل واسمها ايه؟ قد تكون بابيلي واسمها البابيلي فاين فينجر لايك بروجيكشن مدية السيرفس بيلف دي امبيرنس لونها ريد وعاملة ميكانيكال توز. احيانا البابيلي لا تكون بمفردها، يكون معاها بابيلي وفي سبرين قطار ويصير اسمها T2B2، يكون معاها كورونيك جونوكوكن ويصير اسمها T2C، يكون معاها هاي لاين ديجنريشن وبلازما سيل انفلتريشن ويصير اسمها T2V. ليه الاسم السخيف V ده؟ عشان اسم ستيلفان. ما في تلاتة يعني ايه؟ دي تلاتة يا استاذ ماك كالن، دي تلاتة سيكاترايزيشن او فايبروز. النهاية الحتمية للتراكومة في أي زمان وفي أي مكان هي الفايبروز. يحصل إيه؟ عادي، يحصل حاجات سهلة. هي دي تلاتة، يبقى يحصل فيها كام حاجة؟ تلاتة. شفت أنت بقى الدنيا صغيرة إزاي؟ الرمض لذيذ جدا، لازم الأنفولوز هتظهر فيها. تمام، لذيذ جدا. مش أنت يا أخي، مش أنت. طب يلا أجلوا الروند الجاية، مش أي مشكلة. طب تمام، دي تلاتة بيحصل فيها تلات حاجات. فايبروزس، بص فايبروزس يا أحمد. الروند اللي اسمه أحمدات أنا نفسي ما يوصلش للرمض أصلا. عيال بجد رهيبة، صعبين جدا. هتكون أنا بقى ممكن تدكوا زوبة وسافرت ولا حاجة إثيوبيا ولا كده. طيب تمام. لا صعبين، صعبة جدا. بص يا سيدي، معدش إيه يا هادي أحمد، يا عصام مش مؤدبين زيك كده. طيب تمام. بيحصل باتشز اوف فايبروزس، فايبروزس يا مايكل، هتضيع مستقبل الشله اللي انت قاعد جنبها دي يا مايكل. فايبروزس. بس بص فايبروزس مش له شكل محدد، لينير خطوط او ستيليت متشعب، ادي واحد. اتنين، احيانا الفايبروزس يبقى مركز في السلكس سبترسالز. انا متاكد ان في ناس قاعده مش عارفه ايه هو السلكس سبترسالز، جايين الدرس بركه. ايه الحكايه ان في ديبريشن في الكونجنكتيفا اللي هي الغشاء اللي بيبطن الجفن، حفره او ديبريشن على بعد 2 مللي من الليد مارجن. في الرسمه بيبان نقطه، في الحقيقه ان هو خط فوق وخط تاني تحت. هوريه لكم على الصوره دلوقتي. فبيحصل فايبروزس في السلكة السبتر سالز. فايبروزس في السلكة السبتر سالز اسمه ارلتس لاين. ارلت البتاع ده ذو قيمة جدا يا مصطفى، لانه بص باسوجنومونيك. كلمة باسوجنومونيك في الطب يعني يشخص. باسوجنومونيك يعني يشخص، يعني مميز. يبقى اذا في المرحلة الثالثة في باتشز اوف فايبروزس وفي ارلت لاين وتش از باسوجنومونيك. سؤال سخيف بيتسال كتير جدا، اشمعنى يعني السلطه السلطه السلطه؟ يعني نعم؟ اشمعنى يعني السلطه السلطه السلطه؟ عشان موست فاسكولار اريا، اكتب از ذا موست فاسكولار اريا اوف ذا اي ليد، اكتر حته فيها اوعيه دمويه. انا بحسب ده مش هستفيد من المعلومات كده. انت دلوقتي لقى نفسي فاضي على الميكروفون شويه. شوف الدنيا عامله ايه. برضه مش فاهم والله يا دكتور منى، والله ما فاهم. ازاي؟ مش فاهم حياه ربنا خالص. انت عارف كان فيه في الابر اي ليد 2 اركيد في البلاتس لاي، دي حاجه مستحيل تفتكروها يعني. كان فيه بريفرال اركيد صح؟ ايوه. مارجنال اركيد وابر اركيد، لور اركيد وابر اركيد. الانستموزس ما بينهم وبين بعضهم، يعني الفاسكولاريتي اللي جايه من ده وجايه من ده، عامله انستموزس كتير جدا او كبير جدا في المنطقه بتاعت السلكه السبتر سالز، مليانه اوعيه دمويه. برضه مش فاهم. اصل هو الفايبروز ده هيجي منين؟ من الفايبروبلاست اللي جاي منين؟ من تيار الدم، يعني جاي منين يعني؟ واخد بالك انت ازاي؟ طب تمام. تالت حاجه بتحصل يا دكتوره ندى، اهم حاجه، بيحصل حبوب تحت الجفن. حبوب
اسمها بي دي ديز او بي دي سيز. تعرف المرض ده اسمه ايه بالعربي؟ الرمد حبيبي، نسبة للبتوع دول. مش فاهم، مش احنا قلنا ان في صوابع زينب يا محمد نعيم وفي بابلي؟ الصوابع دي بينها وبين بعضها في ديبريشن. ديبريشن ديبريشن دي اسمها كده كريبتس. كريبتس يعني حفر، صح؟ في حفر اهي. بص بقى يا مصطفى، يقوم الانسيليوم يقع في الحفر دي وما يعرفش يخرج، هنا كده ويتجمع مع بعض ويتكتل ويحصل عليه هيالين ديجنريشن، فيكون بي تي ديز. بي تي ديز ده اختصار عالمي، يعني انت لما تروح كده تتكلم مع دكتور اي دكتور رمض وتقول له جالي عيان عنده بي تي ديز، هيبقى هو فاهم انت بتقول ايه. بوست تراكوميتس ديجنريشن. انه ديجنريشن يا احمد؟ هيالين ديجنريشن. حصل ليه؟ حصل هيالين ديجنريشن على الابيثيليوم اللي انسايد الكريبتس، ولونه اصفر يلو. ممكن يترسب حواليه الديجنريشن ده او فيها يترسب جواها كالسيوم، بدل ما كان اسمها بي تي دي بقى اسمها بي تي سيز. بوست تراكوميتس كالسيفيكيشن، ماشي. كونكريشن، كونكريشن يعني تحجر او تكلس. كالسيفيكيشن، بوست تراكوميتس كالسيفيكيشن، ويصير لونها لما تتكلس بدل اصفر يلو يبقى وايت ابيض. يبقى المرحلة الثالثة بتاعت الفايبروزيس دي فيها كام حاجة؟ ثلاثة. فايبروزيس على هيئة خطوط لينير أو ستيلين. فايبروزيس في السلكة السابقة ثالث من أول لآخر اسمه أرلت سلايم. حبوب اسمها بي تي ديز وبي تي سيز، بوست تراكوميتس ديجنريشن، بوست تراكوميتس كونكريشن. البي تي ديز ده مرض ولا المفروض المرض هو التراكوما نفسه؟ لا، المرض هو التراكوما بس دي ناتجة عنه. ده قصدك ليه مسمينها احنا كده؟ هيكون يعني دكتور تروح تقول له ده عيان عنده بي تي ديز، مرض يعني؟ لا، بص البتاعة دي اشتهرت قوي البي تي ديز ليه؟ انا جالي مثلا، انا جالي تراكوما ووصل بيا مرحلة البي تي ديز دي. فالعيان بيقول لي والله عايزين نعمل عملية نشيل البي تي ديز دي. فاشتهر بين الناس، الدكتور بيقول بتشرح له انت بالعربي، فتقول له والله عندك حبوب تحت الجبن، تقول له كده حبوب تحت الجبن. فاشتهرت قوي لدرجة ان اسم الرمض اصبح الرمض الحبيبي. انت متخيل ازاي؟ يعني يمكن خدت من يعني مفيش المرضى، احنا ما بنقولش للمرضى انت عندك تراكوما. مفيش مريض مثلا عارف كلمه تراكوما دي خالص، مفيش واحد من الناس عارف تراكوما، بس عارف ان في حاجه اسمها بي تي ديز. فانا بقول لك ان المريض عنده بي تي ديز، تبقى انت ضمنا فهمت ان عنده ايه؟ تراكوما. خدت بالك ازاي؟ طب تمام. وعلى فكره وجود البي تي ديز ده هيسبب له الرفنس الجامد والفورم بودي سنسيشن الجامد اكتر كمان من الفوليكل والبابلي والبلاوي دي. حاجات هتشوفها في الصوره بارزه تحت الجفن، امال تحط له في عينه. ايه الفرق بين دي 3 ودي 4؟ دي 3 ما زال العيان انفكتيف، دي 4 العيان نوت انفكتيف. ايه دي 4 اسمها ايه؟ هيل. هيل يعني ايه؟ يعني خف. بص كده هسالك سؤال نشوفك فاهم ولا لا. هي في المرحله دي 4 دي، المرحله دي 4 دي، الباتش اوف فايبروزيس والارلت لاين والبي تي ديز والبي تي سيز هيختفوا ولا هيضلهم موجودين؟ موجودين. هو الفايبروز هيختفي ازاي؟ مش هيختفي. طب والحبوب دي؟ موجوده، الدكتور يعمل لها عمليه يشيلها لكن هي مش هتختفي. يعني دي 3 ودي 4، المنظر واحد، المنظر واحد، بس الفرق سكرابنج اوف ابيثيليا من دي 4 دونوت شو، دونوت شو، دونوت شو انترا سيتوبلازمك بيزوفيليك انكلوجن موديل. بمعنى اخر العيان نط جهينة محراد اشتمك ايه؟ ايه ده يا جماعة؟ بس انا عايز اوريكم الثلاثة، عايز اوريكم الثلاثة ساينز بتوع السيكاترايزيشن. مش عايز كلام بقى؟ ايه 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 مش عايز كلام؟
نعم مش سامع. كبرها ماشي. ترجع يا مصطفى ورا سنك يا محمود. ارجع ورا سنك. ارجع ورا سنك. ارجع كمان 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 يا عم. رايح كبرت ايه؟ كبرت يا احمد اسامي؟ خليك معايا يا احمد يا بقى وبص على السبوره. خليك معايا وبص على السبوره. ايه اللي انت شايفه بقى ده؟ ده جبن مقلوب. في ايه الجبن المقلوب ده؟ باتشز اوف فايبروزس. شايف الابيض ده؟ خطوط فايبروزس. دول السهم من فوق يا احمد يا وائل. ايه ده بقى؟ شايف الحبوب بارزه ازاي؟ شايف الحبوب بارزه؟ انتوا شايفينها ولا مش شايفينها؟ اشاور عليها. ده انت تشاور عليها انت مش هقولش على هند. بص دول اوضح ثلاثه هم ولا اوضح اربعه. كل دي حبوب زيها بس هنا كتير قوي. بص بص اللي تحت ده بي تي ديز. مال ده ايه ده؟ شايف الخط الابيض ده؟ باين ولا مش باين عندكم؟ مش باين؟ انتوا بتهرجوا ولا بتتكلموا جد؟ باين. بتهرجوا صح؟ ولا مش كمان؟ مش كمان؟ نور الكاميرا يا عم. العيال ده احنا قلبانه جبت رصيع فلقينا ايه؟ بص 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 في خط ابيض فوق عند الرموش فوق. ولا ولا اللي عند الرموش ده ايه؟ ده الارلت لاين. ده اللي اسمه ارلت لاين. مش عارف مش عارف كده اهو. ايوه 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 دي ده حصل. هو في ابيض تاني انعكاس ضوء عندك انت مش عند هو؟ لا لا هو ده فايبروزس. انعكاس ضوء ايه؟ هينعكس فين الضوء؟ بس ثانية واحدة. الضوء ينعكس على السطوح الشفافة. الجفن سطح شفاف؟ لا انعكس على سطح شفافة. ده مش انعكاس ضوء. ده فايبروزس في السلكة السابقة الثالث اسمه ارلت لاين بالسهم تحت. ده فايبروزس بس غير محدد الشكل ولا المكان. باتشز اهو خط وخط 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 خط خط. هو انت فاكر جفنك لما يتقلب لونه كده ولا شكله كده؟ شكله احمر عادي. طيب دوس سهم تحت. ودي بي تي ديز. كل دي بي تي ديز. افتح النور يلا. مكتوب على الصورة التانية اللي فاتت دي بي تي سيز. غلط كلها بي تي ديز. البابيل دي فراغات ويقع فيها الابسيليا ويحصل عليها هايبرنيشن. مش انت اللي تتكلم ده انت ابني خلاص رسمي. عبدنا يعني قدمنا بعض خالص. ده دول بتفكر فيه دلوقتي؟ عقلك المريض بيفكر فيه؟ درجات دي؟ صح يا فندم. فبابيلي دي في بينها وبين بعضها كريب. تمام. واقع فيها ايبيثيليوم. الايبيثيليوم ده يحصل عليها لاين ديجنريشن فتطلع الحبايه الصفراء اللي من غير محبات المعالج. تنصب فيها كالسيوم. يبقى كالسيوم في كيس. عندك حاجه اسمها كورنيال مانيفستيشن اوف تراكوما. اقلبها دلوقتي. نقولها الحصه الجايه. هات لي صفحة 42 في المذكرة اللي هي صفحة مش عارف 112 في الكتاب ولا ايه؟ كم؟ 67 ولا ايه؟ 65 65 صفحة 65 في الكتاب 42 في المذكرة. عندك كم حاجة سهلة كده خلينا نخلصها؟ يلا بقى عاد خبط الجزمه مخصوص والجزمه خلي غلط وقف. يلا يلا ده بقى جبت 300 جنيه ده الجزمه. يلا يلا هنعمل ايه؟ لا لا عارفين. يلا بس يلا 300 الله يلا يا عم الحاج الله يخليهم لك. شباب على الدروع يا اخي. ابيض كلاسيفيكيشن كلاسيفيكيشن كلاسيفيكيشن. يلا لما نشوف الناس اللي بتضحك دي. اول حاجه مكلن كلاسيفيكيشن. انا هقول وانت ترد. دي واحد يا احمد يا نصر. انا عيد تاني الوصله 7000 لام كلثوم. دي واحد
سمول فوليكل دي 2 ايه تيبيكال فوليكل دي 2 بي بابيلي دي 2 بي 2 بابيلي بتاعت سبرين قطار دي 2 سي كورونا مونوكوكال دي 2 في سيرفات براون قديمة دي 3 كاتايزيشن دي 4 هيلد تراكوم جدعان. اه في سؤال بيجي في الام سي كيو اما تشوف هتبقوا عارفين تجاوبوه ولا لا، اكتر مرحله فيها انكلوجن بوديز هي انهي مرحله؟ طب ايه المرحله الاول اللي مفيش فيها انكلوجن بوديز خالص؟ 4. لو قارنتي المرحله دي 1 بالمرحله دي 3 مين اكتر في الانكلوجن بوديز؟ دي 1 دي 3 دي فيها فايبروز يعني بطريقه انها تخف، خدت بالك؟ يعني اكتر مرحله فيها انكلوجن بوديز المراحل الاولانيه دي 1 دي 2 a ودي 2 b. طب تمام. WHO منظمة الصحة العالمية قالت الكلاسيفيكيشن بتاعنا الكلام ده مش حلو. مش حلو ليه يا WHO؟ قالت لك ده كلاسيفيكيشن باثولوجيكال، تقسيمة باثولوجية مش تقسيمة اكلينيكية. طلعت حاطة تقسيمة اكلينيكية. يعني ايه اكلينيكية؟ أنا لما بيجي لي عيان في العيادة بيبقى همي أو همه هو يسأل سؤال وعايز إجابة، أنا نظري هيتحسن ولا هيتدهور واتعمي؟ ما الكلام ما قالش حاجة، ما قالش إجابة. عشان كده دبليو اتش أو طلعت كلاسيفيكيشن سمته فيستو. عارف فيست يعني إيه؟ يعني قبضة. هما عاملينها كده، قال لك فيست دي القبضة بتاعت التراكوم، هتديك بوكس في عينك. صحيح مش هزار. المرحلة الأولانية تي إف دي اف، بص اسمها دي اف، هتلاقي كلها افات. عشان تشخص دي اف يبقى لازمك 5 فوليكل حجمها اكتر من 0.5. هتفهم حاجه؟ خمسه فوليكل حجم الواحده فيها اكتر من نص ملي. هتلاقي حرف الاف متكرر 7000 مره هنا. 5 ادي اف، فوليكل ادي اف، حجمها اكتر من 0.5 ادي اف كمان. كده الالتهاب بسيط ولا شديد؟ بسيط ولا شديد؟ بسيط. المرحلة اللي بعد كده تي اي انتنس. انتنس يعني الالتهاب بسيط ولا شديد؟ شديد. والالتهاب الشديد مصيره في يوم من الايام انه يحصل مكانه فايبروزس، هتبقى تي اس سكارنج. والسكارنج ده مش ممكن يقلب الجف ويخلي الرموش تحك في العين، تريكيزس، تبقى تي تي. والتريكيزس ده مش ممكن يعمل كورنيال ألسر، وكورنيال ألسر يحصل لها هيلينج باي فايبروزس وتسيب عتامه في القرنيه اوباستي. سي او سي او، لا مش تي او، سي او كورنيال اوباستي. يبقى انا دلوقتي لو جاي العيان ولقيت عنده انتنس انفلاميشن احذره، اقول له احنا لسه في مرحله ان شاء الله كويسه، لكن لو اهملت هخش في سكارنج ووراه كذا ورا كذا. لو جالي في مرحله سكارنج جديد احذره، اقول له خلي بالك لا يدخل في تريكيزس. لو دخل في تريكيزس احذره، نعمل علاج ليها لحسن يخش في اوباستي. لو جالي في مرحله الاوباستي اقول له ان شاء الله ان انت ايه اتعاملت باذن الله. هتاخد الجمله دي نصا في الكوميونتي وهتبقوا تفتكروني. ذا موست كومن كوز اوف بريفنتبل بلايندنس، بريفنتبل بلايندنس ان ايجيبت فتره كومن. اهم سبب للعمى اللي ممكن نمنعه في مصر هو التراكوم. بريفنتبل، بريفنتبل جدا، بريفنتبل خالص. نشيل الزبالة اللي مرمية في كل حتة، نكافح الذباب، نغسل ايدينا، نعمل سيبر تاولز، حاجة بسيطة جدا. هي المشكلة ان كل واحد يكون له فوطة خاصة بيه. تمام كده؟ طب تمام. ادي ال WHO، ادي الكلاسيفيكيشن. بعد كده الدايجنوزس. حد معايا يفكر ازاي اقول ان المريض ده اهو، ايمن ده اهو مثلا، او عبد الله ده اهو مثلا، عنده تراكومه. اشوف باثو جنومونيك، اشوف باثو جنومونيك ساينس. باثو جنومونيك ساينس زي ايه؟ حاجات باثو جنومونيك زي ايه؟ ارنت لاين او بيتيديز او بيتيسيز او حاجه هنقولها الحصه الجايه في القرنيه اسمها بنص، مش بنص، بنص ماشي. او حاجه اتفه من كده، ما تجيب بتوع الميكروبيولوجي يعملوا لك سكرابنج للكونج وحط جيمسا واصبخ فتلاقي انتراسيتوبلازميك ميزوفيليك انكلوجن بادر كومبليكيشن. كومبليكيشن دي مهمه جدا 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 جدا. دلوقتي امتحان اخر السنه
في النظام الجديد اللي دكتور عادل دخله الحمد لله بتلاقي الامتحان عباره عن 4 ورقات 5 ورقات ايش اسئله صغيره قصيره على اسئله طويله على كيسز على ام سي كيو 125 درجه فممكن جدا تلاقي السؤال جاي كده بخمس درجات كومبليكيشن اوف تراكوم وجه كتير قبل كده يا ترى ايه المشاكل اللي هتعملها التراكوم السؤال رقم 1 هي ايه الاماكن اللي التراكوما ممكن تعمل فيها مشاكل في العين هي بتحب ايه الكونج بس ولا الكورنيا كمان واللاكريمال لكن طب سؤال بقى بيطرح نفسه هي الكونج دي لازقه في مين لازقه في اللين اكيد هيحصل مشاكل في مين في اللين طيب اقول لك على سر اغلب مش كل اغلب المشاكل تفسيرها فايبروز لو تفتكري وانا في الباثولوجي بقول ان الفايبروز هينتج عنه كومبليكيشن ليد اي ليد جميع امراض الاي ليد تقدر تحصل مع اختلاف التفسير يعني كاليزيون ورا منه في المنهج تريكيزيس ورا منه في المنهج انتروبيون ورا منه اكتروبيون ورا منه توزيس كل ده يحصل عناوين الفاسكولار عناوين الفاسكولار بس مع اختلاف التفسير هتساعدوني كاليزيون ليه؟ الفايبروزيس يقفل يا دكتوره زينب الدكتس بتاعت الميبوميان جلان تتحبس الاويلي سيكريشن تطلع على الترسس تعمل جرانيولوميتس انفلاميشن جواها المدعو كاليزيون لا تقل كاليزيون بل قل كاليزيا كاليزيونات جمع مذكر سالم كاليزيا عمر الفايبروزيس ما هيقفل اوبننج واحده هيقفل له كام واحده جنب بعض فيعمل كذا كيس دهني وتتكرر الحاله عليه كاليزيا طب ليه تريكيزيس عادي بقى وكده بقى وكده بقى وايه الفايبروزيس يعمل ايه في الرموش حب انتروبيون لا تقل انتروبيون بل قل ديكاتريشيال انتروبيون الفايبروزيس ما انا هشوف كل شويه اقول الفايبروزيس يشد الجفن الفوقاني ويسحبه يقلبه لجوه اكتروبيون ازاي ده نادر بقى لا ما تقلبش ده حاجه نادره احنا قلنا كومنلي تحصل فين انا قلت كومنلي ولا اولويز قلت كومنلي يمكن تحصل تحت لو حصلت تحت بوزن البابلي بالويت بتاع البابلي تعمل ايه في الجفن التحتاني تقلبه لبره عشان كده مش اكتروبيون ده ميكانيكال اكتروبيون ومش في اي جفن ده في انه جفن في اللور ليب خدت بالك ازاي دودس ليه ميكانيكال دودس ويمكن وده نادر يمكن الفايبروزيس يوصل انه ياثر كمان على الليفيتور مصر والمولر مصر اللي هما بيعملوا في الجفن بيرفعوه ادي الليد الكونج سيروزيس ليه الكونج سيروزيس جفاف نقص في الدموع ليه جدعان الكونجنكتيفا جواها غدد اسمها اكسسوري لاكريمال جلاندس الفايبروزيس هيعمل لها ديستراكشن على الاخص خليه اسمها جوبلت سيلز يقل افراز الدموع يحصل جفاف سيروزيس ادي سبب السبب الثاني اقل اهميه من الاولاني في ضغطس للغده اللي اسمها مين لاكريمال جلاند لو الفايبروز سدها افرازات المين لاكريمال جلاند تقل اي السببين اكثر اهميه الاكسسوري الاولاني لان المسؤول عن الفيز كتير فيلم مين الاكسسوري الاولاني لو حد مذاكر يبقى فاهم انا بقول ايه مش مذاكر مش هلاقي الدنيا لذيذه عالكون شنك طايفه ركز خالص يا هو المرض ده بيأثر على انه جزء في الكونش على الايه ايوه صح على البلبيبرال والفورنكس هيحصل فايبروزيس داخل الفورنكس بيلزق الجفن في الحبايه سيمبليفرم التصاق الجفن في الحبايه سيمبليفرم بس السيمبليفرم كان 3 انواع انجيريور بوستيريور توتال ده ايه بوستيريور ده بوستيريور ولازم يبقى بوستيريور لانه بيأثر على مين
على الفورنكس هتيجي في الام سي كيو يقول لك تراكوما كان كوز بولون كومبليكيشن اكسيد تك 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 انتيريور سمبليف لا ما تاخذنيش مش انتيريور ده ايه ده بوستيريور يبقى كونجنكتيفا في بوستيريور سمبليف فورم وازيروز الكورنيا زيروز جفاف هو الجفاف ده هيأثر على الكونج بس يا عبده ولا الكونج والكورنيا كونج والكورنيا مش في تريكيزس يا ولاه والتريكيز عمل الالسر والالسر هتعمل ايه في اوباسيتي بليز اكتبي بقلمك اوباسيتي جنب الكورنيا في الاخر كده اوباسيتي عتامه عتامه وهتعمل حاجه اسمها بنص ما قلناهاش لسه كريمنج علكم الاباريتس انها تعشق كذلك اللاكريما الاباريتس تعمل بص 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 داكريو ادينايتس وداكريو سيسبايتس ايه الفرق بينهم داكريو ادينايتس يعني انفلاميشن اوف جلاند داكريو سيسبايتس يعني انفلاميشن اوف ساك الغريبه يا ابو زردو انها بتعمل ايبيفورا ايبيفورا يعني تساقط في ايه في الدموع ليه عشان الفايبروزس ممكن يسد البنكتاي وممكن يسد كمان كان عندنا امتحان لاكريما النهارده لو انت مذاكره اللاكريما كويس هتلاقي درس اسمه بانكتال اوبستراكشن كان سببه ايه اغنيه يا كونجنتال يا اكوايرد ولا اكوايرد يا تروما يا اهيتراكوما وكان في حاجه اسمها كاناليكولار اوبستراكشن كان سببها ايه يا كونجنتال يا اكوايرد ولا اكوايرد يا تروما يا تراكوما يا كاناليكولايتس تراكوما ايه تراكوما ايه فلو حصل فايبروزس اوبستراكشن للبنكتاي والكاناليكولاي يحصل تساقط للدموع مفيش حد يطلع يقول لي ازاي جفاف وابيفورا في نفس الوقت مش في نفس الوقت لو عمل الجفاف مش هتعمل ابيفورا فاهمك ولو لسه ما حصلش جفاف هيحصل ابيفورا هقول تاني ايه كومبليكيشن في تراكوما الليد بيحصل فيه كل حاجه كاليزيون تريكيزيس سيكاتريشال انتروبيون ميكانيكال اكتروبيون ميكانيكال توز الكونج سيروزيس وسمبليفر لا تقل سمبليفر بل قل بوستيريور سمبليفر عالكورنيا زيروزس والسر وباسيت علكنا الداكريو ادينايتس وداكريو سيستايتس وكمان ايبيفورا نتيجه الاوبستراكشن البنكتاي وكاناليكولار ديفرنشال دايجنوز هو الحقيقه اللي بيميز التراكوما ثلاث حاجات قلناهم في اول حصه فوليكل وبابيلي وبنص الفوليكل له اسباب ثانيه هنقولها الحصه الجايه البنص له اسباب ثانيه هنقولها الحصه الجايه البابيلي لها اسباب ثانيه مش في كتاب هقولها دلوقتي خدنا النهارده يا دكتوره غاده مرض ثاني بيشتهر بالبابيلي سبرينج كولد على فكره كمان اي بكتيريا انفكشن ممكن يعمل بابيلي خاصه الجونوكوكاي على فكره كمان في نوع من البابيلي ريسل جدا في اللي بيلبسوا عدسات لاصقه اسمه جاينت بابيلاري كونجكتيفايتس اكتب جنبها كلكم عدسات لاصقه جنب هناخدها الحصه الجايه ولا اللي بعدها جاينت بابيلاري كونجكتيفايتس لا تقلق لو حد يلبس عدسه لاصقه ما يقلقش جاينت بابيلاري كونجكتيفايتس مش هتحصل غير اللي مش مهتم بالعدسه اللاصقه بتاعته واللي مش فاهم هو لابس ايه وصل سنه رابعه ومش فاهم ان دكاتره الرمض مش عارفين ربنا وبيتحافظوا على المرضى العدسات اللي بتتبعلك على انها بتقعد 3 شهور البوكس اللي بيبقى فيه 6 عدسات ده ولا شهر هو شهر واحد العدسات دي اسمع انا حاجه ضحكه موت انا حاجه ضحكه موت العدسات دي مكتوب عليها 30 دي فالبنت جايبها لي بتقول انا لابسها بقالي اكتر من 6 شهور بقول لها ازاي بس ده دي بتقعد شهر قالت لي لا ازاي الدكتوره قايل 60 يوم قلت لها حضرتك عرفتي لي 30 دقيقة قالت قبل المركة 30 دقيقة مش طالعة وهي مؤمنة بالدكتور بتاعها مؤمنة بالدكتور مؤمنة بيه الدكتور ما ينفعش يبيع لك العدسة يا مايكل ويقول لك هتقعد شهر هتجيب ميزانية منين؟ أنا شخصيا بقول برضه إنها بتقعد 3 شهور بس مش بقول كده شهرين حلو لا مش بقول كده مش بقول كده بقول انها بتقعد من شهر الى 3 شهور حسب الاستعمال لو انت لابسها ليل نهار هي شهر الشركه مصنعه على شهر حضرتك عايز تتك عليها شويه شهر ونص ماشي لكن مش تجيلي بعد سنتين لابسها واخد بالك وتقول لي عينيا وجعاني يعني لازم توجعك يعني ولا مش هرجعك ازاي يعني هنشرح الدرس ده كمان حصتين كده وانا بنتكلم فيه وفي موضوع العدسات اللاصقه ده اللي هتوديكم في الدين ده ان شاء الله ارجع هات الديفينيشن يا كابتن رايح فين ارجع هات الديفينيشن ديفينيشن انا بدي اخد حصه تاني من الاول لابس دلوقتي استخدمها قبل يا عم احنا استخدمها قد ايه الديفينيشن
يلخص كله اللي ينام النهاردة. اسمع اسمع مش عارف مصلحتك. كرونيك انفكتيف جيراتو كونجنكتيفايت ليست مرض كونج كونج وكورنيا. وخلينا كورنيا الحصة الجاية. كوزد باي كلاميديا تراكوماتي سيروتايب اي بي سي كاركترايزد باي فوليكل اي واحد بابيلي وبنا صلاحة الحصة الجاية. هيلد باي سيكاترايزيشن اوف فايبروز ويتش ويل لي تو بص هذا الفايبروز هيعمل ليد ديفورميتي ايوه هيقلب الجفن لبره والجوه ويسقطه واكثر مرض اند فيجوال ديسابيليتي ممكن يخليك ما تشوفش خالص. تراكوما ان جريك مينز رفنس خشونه عشان الحبوب البيتيليس والبيتيسيز بالعربي الرمض الحبيبي عشان الحبوب. ركز في اللي هقوله ومش حابب اعلق على اللي انا هقوله. الاسبوع الجاي هناخد حصتين برضو بس في اول الاسبوع عشان نسيب لك فرصه تذاكر عشان تقع في بيتكم تتلم لان في امتحان راوند كل سنه وانتم طيبين. مش عارف دكتور عادل ما جاش امتحان الناس كلها تتجمع الاسبوع الجاي. ركز عشان ما تتلخبطوش وتقولوا ما كناش عارفين. حصتين الاسبوع الجاي انا مش هعيدهم تاني مش هيبقى عندي انا وقت اعيدهم تاني خلاص. هقول لهم يوم الاحد يا 7:30 يا 12:30 يا 2 وتاني حصه يوم الاثنين يا 7:30 يا 12:30 يا 2 كده حضرتك من يوم الاثنين الجاي لحد نهايه الاسبوع اللي بعده مش عايز اشوفكم. مفيش احسن من كده. هتذاكر بقى ما تعمليش كده بتاع وتقول لي عندي شرعي عندي ان دي عندي فيسبوك. هقول لك هترجع لي يوم ايه؟ نعمل ديكتيفيشن يا هقول لك هترجع لي يوم ايه؟ بتوع الراوند انا عندي مشكله الدكتور عادل ما قالناش الامتحان لحد فين لسه مش عايز نتحط تحت رحمته. يجي بعد شويه يقول لك اللينس داخله ولا الريتم داخله ولا اي حاجه داخله. فلازم ناخد حصص بدري لازم ناخد الجمعه والسبت لازم ناخد امتى؟ ناخد حصه الجمعه سكيلز هتيجوا كلكم محدش هيغيب. الجمعه سكيلز اقسم بالله مش هعرف اعيد السكيلز دي تاني. حصه هتبقى صعبه وطويله وفيها شر. الساعه 2 بعد واحد ده 2 دي فل السبب تصلي وتيجي تتغدى وتتشطف وتعمل اللي انت عايزه كله ماشي؟ بعد القهوه يعني والشيشه تغسل وشك وكده تمام؟ خلاص يوم الجمعه الساعه 2 هشرح السكيلز لحد ما نشوف هو هيحدد ايه؟ افترض يوم الخميس حدد خلاص يبقى فاكس لحصه الجمعه. فاكس جدا فاكس خالص نعم؟ لا هناخد الجمعه وهناخد السبت برضه هناخد الجمعه 2 خلينا سامعين حصه الجمعه احنا هنخلص هنا كل واحد الرجاله كده يشيل شويه من الشنط دي الله ده حسيت الحاجه دي بتعملها